أراضي الفضل في أي حتة تقدر تستوعب السوق ده. لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بإزاي الأسواق دي؟ أعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية، تتعمل بالطريقة دي. في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة لخدمة المواطنين، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وكذا حسن المأمون، وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر، وكذا سوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. وقد ناقش سيادته القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري. تم انتخاب 5 قطع أراضي لإنشاء أسواق حضرية نصف جملة فن. احنا عندنا فن 5 قطع أراضي، في 2 منهم جنوب القاهرة فن، ده أعلى هضبة المقطم، وفي 3 منهم فن شرق القاهرة. عندنا فن سوق في نادي الشمس فن، وده لخدمة مصر الجديدة. في سوق مدينة الأمل فن لخدمة مدينة الأمل والحي العاشر. وفي سوق اللي سيادتك مشرفنا فيه فندم، سوق احمد فخري، ودوت لخدمه مدينه نصر فندم. بالنسبه لفندم السوق دوت مال مساحه 2.64% فدانه فندم. ده فندم بتقاطع شارع احمد فخري فندم، وفي مع اللي هو عبد الرازق الصنهولي اللي هو في الجنوب فندم، حديقه الطرف ده هي فندم المتواجده هنا في الجنوب فندم السوق. على نفس النهج ده فندم في سوق نادي الشمس فندم، نفس المساحه تقريبا 2.6 فدانه فندم. وفي سوق فن اللي هو الامل، سوق مدينه الامل. بص يا هشام، بص يا احمد، احنا اللي عاملينه ده، اللي احنا عاملينه ده هو عباره عن نموذج اختباري. نموذج ايه؟ اختباري. يعني مش دي فقط المخطط بتاعنا، تمام؟ لكن احنا قلنا ايه، بدل ما نفتح نعمل الكلام ده، ولان احنا كلامنا فيه ان احنا بنقول ايه، احنا ما بين الجمله في سوق العبور او في الاسواق الرئيسيه يعني، وما بين التجزئه اللي تحت خالص، فحطينا حاجه في النص بين الاثنين، تكلفتها تبقى على المستهلك تكلفه اقل من زي الجمله، صحيح، لكن كمان مش زي التجزئه العاديه، فده هيخلي الناس بتوع التجزئه برضو تنظم اسعارها شويه. طب احنا عشان نعمل كده عملنا ايه، اخترنا الخمس نماذج دول. تمام. اخترنا الايه، خمس نماذج دول، وهنعملهم وهنفتتح. انتوا في شهر 6 مش كده؟ ان شاء الله فن 30/6 ان شاء الله، مش كده؟ ها انت بالنسبه لك، انت انا بس عايز افكرك يا هشام ان ورا منك هنا في سوق على الارض، عارفه سوق اللي وراك؟ ايوه يا فندم. اللي هنا، ايوه يا فندم. الامل، ايوه يا فندم. في سوق هنا المفروض، المفروض ان احنا بعد ما هنعمل ده هنبقى بنفضي السوق ده ونخليه جزء من الايه، جزء من السوق بتاعنا خير. جزء من السوق بتاعنا ليه؟ عشان الوضع اللي هو فيه، انا عارف السوق ده كويس، ماشي. فاللي احنا بنعمله هنا هو اختبار، لو نجحنا فيه هن ايه، هنعمل. لان الموضوع ده بقى بيننا وبين الناس بتوع الجمله، ان هم اتفقوا معانا ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده ونوفرها لهم، وهم يقدموا اسعار قريبه من الجمله. قريبه ايه يا هشام؟ قريبه من الجمله، فاهم يا احمد؟ تمام. قريبه من الجمله. ان عملوا كده معانا هم هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم. تمام. هنكمل ونعمل في بيت الجمهوريه اللي احنا بيت المخطط، لان السوق زي كده على سبيل المثال ده ما يغطيش مدينه فاس، واللي عند نادي الشمس ما يغطيش مصر الجديده. لا طبعا، انت بتتكلم في ملايين من البشر عايزين يخشوا ويشتروا ويجيبوا حاجتهم. لكن لو نجحت الفكره ولقينا ان هي فعلا التكلفه بتاعت الاسعار فيها فعلا تكلفه الجمهور حس بالفرق، طب هنكمل. هن ايه؟ ان شاء الله هنكمل. حاجه ثانيه؟ لا طبعا. حاجه ثانيه يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. متشكرين. السلام عليكم. وايضا تابع سيادته اعمال الانتهاء من سوق حسن المأمون. اللي انا شايفه ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله فندم خرسانات فندم، هنخلص ان شاء الله 30/6، وواجهات ان شاء الله فندم 15/7، ونهو المشروع بالكامل ان شاء الله فندم 30/11 باذن الله. كله يعني على شهر 12، انت عارف ده هيعمل نقله كبيره جدا للمنطقه هنا. ان شاء الله باذن الله فندم، باذن الله. متشكرين. اوامر فندم. صوتك طيب.
وفي حي المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال في تنفيذ سوق محور عبد المجيد محمود. أثناء فندم رفع كفاءة شارع المقطم وجدنا فندم تكدس في المساحة المرورية ووجود عشوائيات، وبالدراسة والعرض على سيادتك يا فندم سيادتك صدقت على إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك سوق عمار بن ياسر بإجمالي مساحة 15 فدان بدلاً من 3 فدان. ده كام؟ ده فندم 6.8 6. هو وعمار بن ياسر 15 فدان. كويس. 3 فدان ده السوق اللي موجود حالياً يا فندم. سيادتك يا فندم سوق المقطم ده بيقع على محور مستشار عبد المجيد محمود الرابط ما بين شارع 9 وصلاح سالم. السوق ده يا فندم مساحته 6.8 فدان. محتويات السوق سيادتك 18 مبنى اعتباراً ابتداءً من مبنى المعدني وده يا فندم فيه 40 محل خضروات وفاكهة وأسماك ودواجن ولحوم وأربع منشآت نمطية دور أرضي ودور أول. سيادتك أمرت إن احنا نزود دور فبقى أرضي وأول وتاني وعندنا يا فندم مبنى مخابز ومظلتين بائع جائلين. إجمالي المحلات عندي في المشروع يا فندم 230 محل وباقي 18 منشأة عبارة عن منشآت خدمية من دورات مياه وكهرباء وغرف وغرفة. واجهتنا يا فندم في المشروع هنا مصاعب إن الأرض هنا كانت صخرية وبيها فوالق فعملنا دراسة يا فندم عشان نأهل الأرض تكون صالحة معانا للإنشاء وتم الدراسة يا فندم والتنسيق مع الحي إن احنا نربط المرافق وبالفعل ربطنا المية والغاز والصرف والكهرباء وشغالين دلوقتي يا فندم في المرافق داخل السوق يعني. أنا بس عايز أقول هنا وإحنا فرصة إن احنا موجودين المحل اللي احنا مش عملناها أسواق فقط تمام سيادة لا احنا عملنا المحلات دي عشان ايه؟ عشان نقول للناس اللي موجودة هنا في المقطم والمنطقة المحيطة بالكامل عندكم فرصة لأشغال مشغولات فنية أو حرف يدوية وغيرها احنا هنخلص يعني ان شاء الله فندم احنا ضاغطين عشان نبقى كل ملتزمين بكلامنا مع سيادتك ان شاء الله 30/7 باذن الله 30/7 باذن كله باللاندسكيب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالمباني ان شاء الله يا فندم طيب هل في تواصل دلوقتي مع الناس بتوع العبور عشان النص جمله اللي احنا عاملينه ده اكيد يا فندم لكن بقول كده عشان لو جينا في شهر 7 نقوم نلاقي الدنيا شغاله ان شاء الله يا فندم باذن الله سوق عمار بن ياسر يا فندم على مسطح 9 فدان السوق يا فندم بيتكون من جزئين الجزء الاولاني يا فندم هنقول 45000 متر ده حاجه كبيره جدا يا فندم اه طبعا تمام منطقه السوق يا فندم التجاري ومنطقه النادي الاجتماعي المنطقه يا فندم طبعا اتعملت عشان يبقى فيها يبقى متنفس لسكان المقطم سواء النادي الاجتماعي فيها انشطه رياضيه وتجاريه يعني احنا عاملين كده اثنين نادي محمد تمام واحد في عمار بن ياسر مش كده تمام واحد هنا تمام سيادة غير المناطق اللي انا قلت عليها المناطق اللي هي التنمويه اللي موجوده على خمس مناطق تنمويه على مدار تمام يا فندم عندي يا فندم اجمالي عدد المحلات 151 محل بانشطه مختلفه بدايه يا فندم من الافران ومحلات الخضار والفاكهه والخضروات والدواجن واللحوم والحرف اليدويه عند فندم مبنى إدارة السوق عند فندم دي كافيتيريا طب برضو أنا دايما بسأل السؤال ده لما بكون في منطقة بقول لهم الناس بتعمل شغل بقول لهم بصوا أنتم من خلال احتكاككم بالمواطنين تمام إيه اللي مطلوب ممكن نعمله نسهل نحسن سواء كان في الحركة أو في مطالب الناس ها فلو في عندكم حاجة يا فندم هو كان في تكدس مروري في المنطقة احنا راعينا ده في التصميم إن احنا عملنا باركات يا فندم كتير زي ما سيادتك شايف ساعة 200 سيارة ده هيخفف فندم التكدس المروري في شارع عمار بن ياسر والشارع تحت فندم اللي هو شارع المقطم ده كده فندم باتجاه شارع 9 اللي هيبقى جاي يشتري اي حاجه فندم هيبقى في اماكن يركن فيها انتظار انتظار سيارات نفس الكلام يا فندم السوق هنا في اكتر من انتظار سيارات متوزع اجمالي مساحه السيارات يا فندم 127 سياره 127 سياره ربنا يوفقك ربنا يخليك شكرا يا محمد تحت امر سيادتك فندم تحت امر سيادتك فندم وأيضا توقف سيادته في سوق عمار بن ياسر بحي المقطم مساحة السوق 5.7 يعني قول 6 فدان إن شاء الله الموقع فندم في شارع صبح حسين على بعد 1 كيلو من شارع 9 مكونات السوق فندم عندنا 95 محل وفي عندنا 30 محل على الطريق بإجمالي 151 لان عندنا هنا فندم في منطقه النادي في 20 محل على الشارع الرئيسي ده سيادتك طب هنخلص امتى كان المخطط فندم سيادتك ان احنا نخلص 30/10 بس ان شاء الله 30/8 باذن الله فندم طب انا هقول لك على حاجه انا عشان ابقى السوق ده ابقى مطمن عليه انتم محتاجين كل الاراضي على شهر 8 او 9 وقت ما هتخلصوا المشروع ان شاء الله تكون كل المحاور اللي رايحه ليه تكون اتوسعت وسفلتت اوامر خدت بالك مع شوارع المقطم كلها أوامر.
اوامرك. ماشي يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. شد حيل، شكرا. كما تفقد السيد الرئيس سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، والذي ينقل الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولاً لكورنيش النيل، ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين. المحور ده أحد المحاور من 3 محاور اتعمل وجد في المقطم، كان موجود في المقطم فندم شارع 9 بس، وكان في كمية تكدس مروري رهيبة. شارع 9 بناء على أوامر سيادتك تم الدراسة والعرض على سيادتك والتصديق، تم تطوير شارع 9 وصوله 6 حارة و6 حارة، وتم إنشاء 3 محاور جديدة: محور ياس الرزق، محور الكورنيش اللي هو طريق الكورنيش القديم، وسيادتك المحور هنا. فبقى في 4 بدل محور واحد، بقى 4 محاور في المقطم. أنا بس عايز أوضح هنا إن محور عبد المجيد محمود ده قصة تانية كبيرة جدا جدا. أيوة فندم. هيعمل نقلة كبيرة جدا للحركة من محور الحضارات، مش كده؟ من محور الحضارات يا فندم، من شارع صلاح سالم ومن كورنيش النيل لغاية يوصل لغاية مدينة نصر، وممكن منه للقاهرة الجديدة ومنه العاصمة الإدارية الجديدة. مش كده؟ فده عمل نقلة، هيعمل نقلة كبيرة جدا يا فندم في السلالة المرورية في المقطم وفي الحركة المرورية في القاهرة الكبرى كلها يا فندم. لأن أول مرة نطلع نعمل كده. أيوة فندم. أول مرة نخلي المقطم عباره عن عقده مواصلات. تمام كده. ايوه يا فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله يا فندم المنطقه احنا فيها ديت 10 ايام هتكون خلصانه، المحور بيكمل يعني ان شاء الله يا فندم يعني اخر شهر 7. بصوا على شبكه الطرق العرضيه اللي بتربط ما بين 9 وهنا وياس الرزق. تمام سيدي. عشان نعملها بالمره يبقى كده الحركه بقت متيسره جدا جدا، سواء كان على المحاور الرئيسيه دي او للناس اللي موجوده جوه. تمام سيدي يا فندم. فعلا تبقى تعليمات سيادتك يا فندم، احنا بندرس حاليا وهنعرض على سيادتك. وبالاضافه لكده سيادتك كنت امرت ان كان في مشكله في الصرف الصحي في المقطم نفسه، وزاره الاسكان بتعمل خط صرف صحي جديد من المقطم لغايه الجبل الاحمر. انتوا متابعينه يا اهل؟ متابعينه يا فندم، وان شاء الله تكون تعليمات سيادتك هتخلص شهر 10 السنه دي. ان شاء الله السنه دي يا فندم. ده كلام كويس.